نيجي نشوف المصنعين المحليين موقفهم ايه من حركة الواردات والصادرات اللي فاتت، الفترة اللي فاتت 6 شهور على سبيل المثال. هنلاقي ان في جزء من بعض الصناعات تعطلت بشكل جزئي نتيجة لارتباك الأسواق العالمية، سلاسل الإمداد، ارتباك السياسة النقدية نتيجة لاضطراب حاد في السياسات النقدية في العالم كله، فحصل نوع من الإرباك في عجلة الإنتاج، فده ألقى بالظلال طبعا على الإنتاج الكلي اللي موجود في السوق. ففكرة إبدأ أنه يعرف كل مصنع موجود في الداخل إيه المكونات اللي ممكن يستغنى عنها تماما ببديل لها محلي. ممكن يكون هو بيستورد على سبيل المثال، بيصنع على سبيل المثال موتور مية، ممكن يكون الموتور كله بيوقف على أنه محتاج قطعة معينة واقفة مش جاية، رغم أن القطعة دي في حد تاني بيصنعها محلي، بس ده مش عارف ده وده مش عارف ده. فالفكره كلها في عدم معرفتي معرفتي بالمصنع الاخر، ولا فعلا هي القطعه دي ما حدش فكر يصنعها. هي الفكره كلها، ممكن انا دلوقتي كمصنع على سبيل المثال اشوف الكومبوننت الكواليفايد اللي ممكن تدخل عندي في المكون عشان ياخد حصه كبيره من السوق المحلي واقدر اصدر، وبالتالي ممكن ما اكونش عندي الدرايه، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه ممكن تكون في فرصه كويسه جدا لحد داخل الصناعه والصناعات الصغيره والمتوسطه بالتحديد في القطاعات دي، ومش عارف ان دي فرصه كويسه. وبالتالي فكره ابدا وفكره المعارض المتعلقه بالصناعه اللي كانت موجوده وانتهت يوم 29 دي بتدي فرصه اكتر للمصنعين انهم يشوفوا كل المكونات ويشوفوا اي منها يمكن الاستغناء عليها عنه بديلا لمحلي من بكره. فيبدا ان هو يقول انا محتاج مواصفات معينه في المكون الفلاني. يعني ممكن ده يحل ازمه مثلا خطوط انتاج واقفه دلوقتي بسبب موضوع الاحتراق؟ المؤكد طبعا، وهي دي الفكره، انه عشان كده واخده دعم القياده السياسيه ان هو بالفعل يبدا في اجراءات تتعلق بتسهيلات كبيره لقطاع كبير من او قطاعات مختلفه في الصناعات. الصناعات عندنا فيها اكتر من شعبه واكتر من غرفه، انه يدي فعلا بوش ودفعه قويه جدا للقطاع ده ان هو ينمو ويكون فرصه لقاعده تصنيعيه، نقدر نقول ان احنا عندنا نسب معقوله ونسب كويسه من المنتج اللي بتصدر. يعني لان هي المشكله في ايه؟ مش انا بصنع قد ايه، المشكله الاساسيه بتكمن في حتى نسبة الصناعة اللي بتغطي الانتاج الاستهلاك المحلي والتصدير، قد ايه منها مكون محلي؟ هو ده هنا يعني نقطة او النقطة المحورية. لو قدرنا ان احنا نرتفع بمعدلات المساهمة المحلية او نسبة المكون المحلي، هيبقى عندنا قيمة مضافة اكتر، هنقدر بقدر الامكان ان احنا نقول مثلا على سبيل المثال بعد 5 سنين من 400 سلعة على سبيل المثال أنا هبدأ أصدرهم، أو هيبقى عندي فائض في السوق المحلي فهنتجه للسوق الدولية. وبالتالي في الحالة اللي زي كده مش هيبقى عندي مشكلة في الميزان التجاري، هيبقى عندي وفرة من العملة الأجنبية، هيبقى ليه مردود كبير وواسع على مستوى الناتج وعلى مستوى التشغيل وعلى مستوى كبير قوي.